قبل شوي انت حكيتي قلتي هسه عمل حياتي بين بغداد وبين بيروت. بالضبط. اكو سفره لبيروت رجعوك من المطار بيها ليش؟ اوه ذكرتني. هاي ايش قد كان عمري؟ انت كنت موجود. اي. بحيث اني من المطار رجعت. اوه. عماد تعال انا كلش ضايجه. اي. جيت العماد التقينا بالمطعم ليش؟ عماد تقبل رجعوني من المطار. زين ليش؟ مو اني اصلا قاصر صغيره كان عمري 17 بعد يومين وصير 18. اي. وما قبلوا لا. وانت احتفلتي بعيد ميلادك قبلها باسبوع. زين ورحتي ما تدري ورحت اي قالوا ليش بعدك ما صارت بعدني ما صارت 18 وبقيت صافنه يعني شلون ثاني ما اسافر والجنط وال يلا الحمد بس لله بس صار عمرك 18 بعد ما شفناك خلصت بيروت ايش اسوي بعد اجي بس حفي عليك يعني خلال فتره صار لك انت عمل فعلي يعني نقول سنتين مو تقريبا بالمجال 3 سنوات عمل فعلي يعني جاد جدا لا ليش أنا من أول سنة بلشت بالعدلين كانت شقد يعني كان الدور أساسي أنا من أول سنة بلشت أساسي ما بلشت أدوار ثانوية أو شيء قبلها كنت ما أعرف شاركت بمسلسل كومبارس وهذا الشيء أنا ما أخجل إنه أقوله ما عندي أي مشكلة هذه بداياتي كنت ما أعرف دخلت دور كومبارس بإحدى المسلسلات ورغم كومبارس انظلمت بي وهواية مشاكل كومبارس انظلمتي ليش؟ تخيل ما أعرف شلون صار شلون والله انظلمتي ليش؟ مسولفة بيه بهواية برامج فخلينا مميزين بهذا طيب وراها صار الدور الأساسي مال عدلين ففعليا أنا 4 سنوات صار لي تقريباً